وللمزيد معنا من طهران مراسلنا حازم كلاس. حازم، كيف يبدو المشهد في يوم الصمت الانتخابي قبل التوجه غدا إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد؟ سرمد، في الواقع هو مشهد ترقب، خاصة أن الانتخابات الإيرانية طوال الأسابيع الماضية والمعركة الانتخابية في ظل الدعاية الانتخابية كانت معركة فاترة نوعا ما كما وصفت، باستثناء الساعات الأخيرة. هذه الانسحابات التي أشرت إليها سرمد سخنت من المشهد الانتخابي، عززت من الاصطفافات بين التيارات السياسية المختلفة، وبناء على ذلك ارتفعت بشكل طفيف خلال الأيام القليلة الماضية والساعات الأخيرة. الاستطلاعات الرأي تشير إلى ارتفاع طفيف في نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع يوم الغد كما هو متوقع، وأيضا هناك ترقب ربما لمزيد من الانسحابات في الساعات القليلة المقبلة، خاصة في صفوف التيار المحافظ بحسب معلومات ترد إلينا. بالمجمل هناك دعوة من قبل جميع المسؤولين الإيرانيين، المرشد الإيراني كما ذكرت سرمد دعا مساء أمس الإيرانيين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، ورأى في ذلك فرصة لدعم موقف بلادهم في التمكن من رفع العقوبات ومواجهة التحديات كما قال. أيضا الرئيس الإيراني صباح اليوم وفي كلمة له خلال افتتاح عدد من المشاريع شدد على ضرورة توجه الإيرانيين إلى صناديق الاقتراع وتحقيق نسبة مشاركة عالية تيأس الأعداء وتبث اليأس في نفوس الأعداء على حد قوله. أيضا كان هناك مؤتمر صحفي انتهى قبل قليل للمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخداي، وهي الجهة المشرفة على سير العملية الانتخابية، وأكد أن كل الاستعدادات باتت كاملة من قبل وزارة الداخلية، وأن مجلس صيانة الدستور يراقب سير العملية الانتخابية وتسجيل أي خروقات. بطبيعة الحال حوالي 60 مليون إيراني سيتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع، وسيشرف على العملية الانتخابية سواء في مراكز الاقتراع أو أمنيا حوالي 1.5 مليون شخص. نعم، من طهران مراسلنا حازم كلا، شكرا جزيلا لك.